ابن صبرا انا ابن صبرا صبارا شمس الزمان النوارة انا ابن صبرا صبارا شمس الزمان النوارة وجدي كان شيخ الحارة واهلي كل المصريين ادي النسب وادي المعنى وادي الوداد اللي جمعنا ادي النسب وادي المعنى وادي الوداد اللي جمعنا وادي الحدود اللي تبعنا جايين منين والفين رايحين عيني يا عزيز على قلبي وعيني قالت لي حبت عيني يا عزيز على قلبي وعيني لا تخاف من كائن زيك ولا ترمي الفتنة في حياك لا تخاف من كائن زيك ولا ترمي الفتنة في حياك ولا تطفي عمود النور ولا تشهد كلمة زور والجار الجار الجار لو حتى في قلب النار والجار الجار الجار لو حتى في قلب النار وان شفت غريق محتاج اوعى تخاف الامواج العمر ماهوش عمرين والرزق ماهوش رزقين يا ابن صبرا صوت طيب. ايه ده يا ابو؟ 5 جنيه بس؟ بس؟ ايوه 5 جنيه بس. الحقي ابنك مستشفى 5 جنيه. قولي له 5 جنيه دي كانت بتيجي ازاي؟ وكانت بتعمل ايه زمان؟ قولي له فرحك انت تكلف قد ايه؟ اوعى اوعى جيل اخر زمن.
هات هات وانا اقول لك بتتصرف ازاي. هات هات دي يا اخويا. هو انت كل حاجه ناطط فيها كده؟ ما تسكت بقى، جرى يا واد، اهدى باللي ربنا قسم لك بيه وخليك قنوع. يا ما انتوا مش عايشين في الدنيا، انتوا عايشين ايه من اكسوس؟ شوف يا اختي الواد. يا واد يا يحيى، يالا مالك فيه؟ تهبل يالا ولا ايه؟ بتزعل امك كده ليه؟ ابوك مديني 5 جنيه دي، ينفع؟ تنفع اه، وتخش تبوس ايده ورجله وتحمد ربنا. حاضر، خد تعالى. اللي يطلب حاجه يطلبها بادب. مظبوطين مظبوطين، يلا روح يلا. تعال شبرا، خش تبوس ايه؟ ايده. وايه؟ ورجله؟ اه ورجله. خش. الهي يسعدك يا ادم يا ابني، يا رب يرزقك من وسع قادر يا كريم. يا رب. ربنا يخليك لينا يا اما، ده كله من خيركم. خليك لي يا حبيبي. ادم، هو انا يعني لازم اروح اقل ادبي على ابوك عشان تديني هديه؟ ماشي يا عم، ماشي يا ابو. فاكر يا ابو، فاكر. يلا خمسايا اهي، يلا العب مع اصحابك. ها مبسوط؟ يلا تروح تبوس ايده ورجله ولايفهم له كمان. يلا. ايه ده؟ 5 جنيه؟ انتوا مش عايشين في الدنيا ولا ايه؟ انتوا عايشين ايام الاكسوس. عم شفارة حبيبي، صباحك ايه الاخبارك؟ سمعت يا عم ان انت كنت بتعايد في القناطر يا سيدي. قوم يا عم صميم تخرجها وديها في العيد القناطر، وحلفت عليا كمان لازم اتمرجع. اتمرجح؟ اعمل ايه طيب؟ ازعل امي؟ قالت لي يا ابني ما بفرحش غير لما اشوفك قدام عيني بتتمرجح. لا رضا الام واجب برضه تعيش وتتمرجح طبعا. بس انت كنت مختفي فين في العيد؟ انا ما بين الشغل والاستبيان اللي الدكتور طلبه، طبعت 200 سؤال هوزعهم على العيال النهارده. الاستبيان يقول لك ايه بقى؟ اهم ظاهره بتؤرق المجتمع المصري. قعدت اجمع في ظواهر اجمع في ظواهر لغايه ما لقيت نفسي في الاخر غيرت البحث. وعملت ايه بقى؟ ايه بقى؟ ايه اهم حاجه بتفرح المجتمع المصري؟ عندك حق والله، اكيد ما لقيتش حاجه. اركب اركب يلا بنروح. بقول لك ايه؟ ايه؟ تيجي نتمرجح؟ لا نزلني انا بقى. اركب يلا. لا اقعد. عامل انا بقى في ايه؟ حكومه عربيه يا جبانه. وزع على الاستبيان ده لوحدي بقى. الله عليك. علي وعلي وعلي صوت، علي وعلي وعلي صوت، اللي بيهتف مش هيموت، اللي بيهتف مش هيموت، علي وعلي وعلي صوت، اللي بيهتف مش هيموت، اللي بيهتف مش هيموت. أول مطلب للجماهير، أول مطلب للجماهير، رد الثورة وطلع
شادي. ازيك يا ابو حميد؟ بقول لكم ايه؟ ده استطلاع رأي عايز اهم ظاهره تؤرق الشعب المصري. عدى عليكم خمس دقائق. ها؟ اكتب لي ده بقى بسرعه. عايزين اهم ظاهره تؤرق الشعب المصري. هتقول الواد اللي بيوزع مشروعات هناك ده؟ مشروعات ايه يا ريس؟ ده استبيان رأي الجامعة يعني. ايه يا جماعة؟ مش يلا اسمك آدم أمين عبد الحي، طالب في كلية الآداب قسم اجتماع، وبقالك 8 سنين في الكلية، مش كده؟ مظبوط يا باشا. جيت لنا هنا قبل كده من 3 سنين. اقعد. انت واقف ليه؟ اقعد يا ابني. جيت لنا هنا من الدولة من 3 سنين، كنت عامل خناقة مع واحد أجنبي في شرم الشيخ، صح؟ مظبوط يا باشا. بس يعني الموضوع ان انا كنت بشتغل عنده في المحل عشان مصاريف الدراسة وكده، يعني في الصيف كنت راح اشتغل على اساس ان انا هشتغل في المطبخ، هو صمم ان انا اقف في الحمام لمجرد ان انا عربي، كان عنصري يعني وكده، كلمة مني وكلمة منه اتخانقنا مع بعض. قمت ضربه وفتح له دماغه. والله يا باشا هو اللي مد ايده الاول، وبعدين الموضوع ده انا خدت فيه براءة ومراته شهدت عليه معايا. كنت بتعمل ايه في المظاهرة يا آدم؟ والله يا باشا انا ما كنتش في المظاهرة اساسا، انا بس استغلت التجمع وقلت فرصة اوزع الاستبيان بتاعي على الطلبة عشان اخد رأيهم في اهم ظاهرة بتؤرق المجتمع المصري. هو ده الاستبيان مش كده؟ هو باشا فقر وبطالة وفساد ومحسوبية. يعني دي الحاجات يا باشا اللي انا يعني طلعت بيها من صحابي، من الجامعه، من على النت، وجايز ابقى غلطان فيها كلها يا باشا. بس مش شايف يا ادم ان كل الحاجات اللي انت متكلم عنها هنا دي سياسه قبل ما تكون اجتماع؟ بس انا ما شفتهاش كده والله، انا عملت اللي الدكتور طلبه مننا. وبعدين حضرتك ممكن تساله. بعدين يا باشا انا ماليش دعوه بالسياسه خالص والله، ده انا حتى ما بتفرجش على النشر. ده كلام يا راجل؟ في طالب في كليه الاداب قسم اجتماع وما يتفرجش على نشره الاخبار؟ عامل بيها ايه يا باشا يعني؟ بعدين احنا ناس غلابه يعني، بنمشي جنب الحيط، ولو في تحت الحيط كنا مشينا فيه. يعني انت مالكش اي نشاط سياسي ولا ميول حزبيه معارضه للحكومه؟ قسما بالله يا باشا لا ليا في السياسه ولا اعرف عنها اي حاجه. ادم امين عبد الحي، تصدق ان انت واد طيب يا ادم وابن حلال، وانا مصدقك. ادي الملف بتاعك اهو، انا همشيك. الله يخليك يا باشا. سيبك بقى من الكلام ده وتعالى نتكلم كاصحاب. امسك خد سيجاره. تشكر يا باشا ما بدخنش. والله واد راجل، انا من زمان وانا نفسي ابطلها ومش عارف. تشرب شاي؟ شكرا يا باشا. ايوه يا ابني هات واحد شاي هنا بسرعة. والله يا آدم الاستبيان بتاعك ده قلب عليا المواجع فعلا، البلد بقت غريبة قوي. اوعى تكون فاكر ان انا اتولدت هنا في المكتب ده، لا انا زيك وبعدي كتير قوي على الشارع وبشوف الناس اللي تعبان واللي مظلوم واللي مقهور، ده غير طبعا اهلي واصحابي وجيراني كلهم عندهم مشاكل. تصدق وتؤمن بالله؟ لا اله الا الله يا باشا. سيبك بقى من الهيلمان اللي انا قاعد فيه ده، انا مرتبي ما بيكفنيش لدرجه ان انا فكرت ان انا اسيب الداخليه واروح اشتغل ملحن ولا مطرب، يمكن الف العالم واكسب فلوس كتير. بس ما ينفعش. قول لي يا ادم، في ايه في دماغك بقى عن المشاكل اللي بتقرق المجتمع المصري غير اللي انت كاتبه في الاستبيان ده؟ لا يا باشا هو حلو كده. حلو؟ انت خايف ولا ايه؟
يا ابني انا لو عاوز اخليك تتكلم وانت قاعد كده هخليك تتكلم، لكن انا بقولك كلمني كاصحاب. الله، انت مش عاوز تصاحبني ولا ايه؟ العفو يا باشا، ازاي يعني؟ احنا نطل اتكلم. والله يا باشا خدت بالي من حاجه غريبه قوي من كام يوم كده، وانا بحضر الشنطه لاخويا الصغير وهو رايح المدرسه الصبح، جيت احط له كتاب الدين في الشنطه، قال لي لا شيل الكتاب. قلت له ليه يا ابني؟ ده كتاب الدين مكتوب في الجدول ان انت عندك حصه دين. قال لي لا ما هو مش مهم. قلت له مش مهم ازاي يا ابني؟ ده كتاب الدين. قال لي لا ما هو اساسا مش في المجموع، وبعدين مدرس العربي بيلغيه ويضم الحصتين على بعض. لقيت كده فجاه يا باشا ان الدين بيتلغي من المدارس، واحنا على ايامنا كانوا بيلغوا حصص الالعاب والموسيقى والرسم، وكل دول يا باشا مجالات ممكن يطلعوا جيل ناجح ويشرف مصر. احنا كده بنقتل المواهب دي كلها، يروحوا فين بقى؟ يقعدوا على القهاوي ولا يروحوا فين؟ وبيطلعوا ما يلاقوش شغل. بصراحه يا باشا النظام ده عايز يتغير كله. النظام عايز يتغير؟ لا يا باشا اعوذ بالله، النظام ايه اللي يتغير؟ انا اقصد يعني نظام التعليم. مش سيف باشا، ازيك يا شنبيه؟ ازيك يا باشا، اتفضل سعادتك، ده الملف اهو. خليك واقف يلا. ده تبع ايه يالا؟ مش تبع حاجة يا باشا. ولما انت مش تبع حاجة راح امك، بتوزع منشورات على زمايلك ليه؟ لا والله يا باشا مش منشورات ولا حاجة، ده في الجامعة بس. هو في سوء تفاهم يا سيادة العقيد بعد اذنك، وبعدين انا حققت معاه وهبقى اكتب لسعادتك تقرير. يا سعيد امرك يا باشا، خد ادم من الحجز دلوقتي لغايه لما تخلص له اجراءات الخروج. حاضر يا فندم. ولا يا امك اسمها ايه؟ نعم انا سالت. صبر يا باشا، صبر ابراهيم عفيف. ماشي يا ابن صبر. سيف باشا انا عاوز اقول لسعادتك على حاجه. الواد ده اقل مما تتصور بكتير، وبعدين كل المعلومات والتحريات اللي جات لنا عنه ان ملفه ابيض ونظيف وزي الفل. الله يبيض ايامك يا شنبيه وينور لك قلبك. انت هتعلمني شغلي ولا ايه؟ في ايه يا شنبيه؟ العفو يا باشا، اسف. العيال دي ما بتجيش غير بالعنف، العيال عايزين يعملوا فوضى في البلد. مش كلهم سعادتك، مش كلهم. لازم نفرق ما بين البريء اللي اتاخد في الرجلين وما بين المذنب اللي بجد. وما عليك بقى عرفت انه بريء ازاي؟ اولا سعادتك ملفه فاضي ما فيهوش ولا سابقه، ثانيا وده الاهم ان احساس الامن اكد لي كده. يا دي احساسك الامن اللي انت فلقتني بيه يا ابني، انت ضابط امن دوله. ما هو عشان انا ضابط امن دوله لازم ادي لنفسي الفرصه اني اقيم الشخص اللي واقف قدامي قبل ما اتخذ ضده اي اجراء. دي اروح ناس سعادتك ولا ايه؟ طالما جه هنا واقف قدامك يبقى حوالي شبهه، ومهمتك كرجل امن انك تتحقق من ده عشان تقدر تحقق الامن والاستقرار للبلد. وهو امن واستقرار البلد ما يتحققوش الا لو عاملنا اولادها كانهم مجرمين وحراميه. يا ابني انت مهمتك انك توقف المشكله قبل ما تحصل، مش تستنى لما المشكله تحصل وبعدين تبدا تفكر لها في حل. الامن اهم سلعه في البلد، ولو فلت الزمام وفقدناه كلنا هنروح في 60 داهيه، البلد دي هتولع في ثانيه. ده شغل امن دوله يا حبيبي. أقول تاني وأفهمك ولا إيه؟ لا يا باشا مفيش داعي. طيب قول لي بقى، أنت وراك إيه النهارده بالليل؟ مفيش حاجة سعادتك. طب ما هتجيلي البيت شوية كده تتغلب لك بولتين تلاتة شطرنج، ها؟ ما بلاش، سعادتك لما بتتغلب بتقفش. أنا؟ آه. طب يا أخي طالما بقفش اتغلب لي مره
خدوه على فين يا ابني؟ مش عارف والله، بس انا شفتهم قبضوا عليه وركبوه البوكس مع الناس اللي اخدوهم في المظاهره. يا لهوي يا لهوي، كان مستخبينا فين كل ده؟ اعمل ايه انا دلوقتي؟ اعمل ايه؟ انت دور عليه امين عشان خاطري. ادور عليه فين؟ هو عيل تايه؟ مظاهرات ايه؟ احنا بتوع مظاهرات؟ انا هخش اغير هدومي. يا رب يا رب، استرها يا رب، استرها يا رب، استرها يا رب، والنبي يا رب يا رب. يا لهوي يا لهوي يا لهوي، في ايه يا صبرا؟ يا لهوي، انت بتدور مع عمك امين على اهدم. ماله اهدم؟ قبضوا عليه في مظاهره ومش عارفين اراضي فين. مظاهره؟ وايه اللي خليه يروح مظاهرات؟ دجال انت ولا ايه؟ بقولك انا مش ناقصاك البس اي هن وانزل تدور عليه. معلش يا صبرا، انا ماليش في المشاوير دي. معلش، يعني هسيب جوز اختك ينزل يدور عليه لوحده وهو راجل كبير محتاج حد يسنده؟ انا اللي محتاج حد يسندني؟ انا ماليش في المشاوير دي عشان خاطري. امال انت رسمتك ايه في الدنيا دي؟ تقدر تقول لي؟ ما ولا حاجه، اعتبريني هوا. خلاص استريحتي؟ انا بخاف اروح القسمه صبرا. انا لو شفت مكواجي شايل بدله ضابط وماشي في الشارع بخاف من مكواجي. Now that's exactly what I want. Okay, sir. I'll start immediately. I'd appreciate if you rush the process. You know, time is money. Don't worry, Mr. Richard. I never miss a deadline. You impress me, Nancy. Here's an advance, just to make sure I've got your full attention. Okay, thank you. And I promise you'll have the most beautiful villa in Egypt. Beautiful girls do beautiful things. Thank you. Thanks for your time. تاني عليا، تاني وتالت لحد ما ناخد حقنا. وحقكم ده بقى لا مؤاخذه، ما بتعرفوش تاخدوه غير بالمظاهرات وتكسير المرافع العامه والممتلكات الخاصه. انا ما كسرتش حاجه، بس عملت مظاهرات، سخنت البلد وخليت المجانين اللي في المظاهرات تكسر البلد. انا مش مسؤوله عن افعال حد، انا مسؤوله عن اللي انا عملته، واللي انا عملته حق بيكفله ليا القانون والدستور. يا بنتي انت مش بنت منيب راشد؟ ايوه. طب ليه بقى مش طالعه زي بابا؟ طالعه له ازاي يعني؟ بابا راجل محترم بيستثمر في البلد وبيحب البلد وبيعمر فيها. معقولة بابا يعمر في البلد وانت تيجي تخربيها؟ بابا بيحب البلد بطريقته وانا بحبها بطريقتي. ماشي، على كل حال اكراما للسيد الوالد انا هخليك تروحي النهاردة. لو ليا حق امشي، لو ماليش اتحاسب على اللي انا عملته زي غيري. خليها علي المرة دي، بس المرة الجاية هحاسبك على القديم والجديد. طبعا انت فاهمه كلامي كويس. يا ابني تعال خد عليا، خلص لها اجراءاتها وسيبها تروح. شرفتي. يا دي العواهب سليمه يا رب. اهدي يا صبرا يا اختي اهدي، مش كده، ما تقلقيش خير ان شاء الله. انا ازاي بس؟ الواد خدوه يا ام هنا، مش عارفه اشوفه تاني ولا لا. ما تقلقيش يا اختي، ما دام هو ملهوش في السياسه هياخدوا منه كلمتين وهيخرجوه على طول. ده حقيقي ياما، الواد عصام ابن ام عصام اتاخد في مظاهره زي كده، ولما ثبتت براءته سابوه. اصبري يا اختي، اصبري يا صبرا. اديني صبرا، ده انا ظهرت حنا طول عمري عشان اربيهم كويس، إلا ما حد اتنصب فيهم، والآخر الواد اتمسك ومعرفش حتى أراضيه فين. بعد الشر ما تقوليش كده، آدم هيرجع بالسلامة إن شاء الله. ده آدم ده أحسن واحد في الدنيا. آه والله، آدم ملوش ولا في السياسة ولا المظاهرات ولا الحاجات دي. استرها يا رب، استرها يا رب، والنبي تسترها يا رب. أنت بقى زعيم المظاهرة؟ يا باشا أنا ولا زعيم ولا حاجة، أنا اللي جوايا وبحس بيه بقوله على طول. أيوة بس اللي أنت بتقوله دوت ممكن يعمل لنا مشاكل. وبعدين يا ابني احنا في حاله سلام مع اسرائيل دلوقتي. يا باشا احنا عمرنا ما هيكون في بيننا وبين اسرائيل سلام ابدا، طول ما هم بيقتلوا اخواتنا كل يوم وبيحتجوا اعراضهم يبقى عمر ما هيكون في بيننا وبينهم سلام ابدا. غصب عني يا باشا، مش بايدي.
انا معاك وحاسس بيك، بس مش بالطريقه دي يا طاهر. انت كده ممكن تودي نفسك في 60 داهيه، ما انت عارف القانون. وبعدين يا طاهر انت شاب ابن ناس ومثقف وشاعر وموهوب وقدامك المستقبل، بلاش تهد يا طاهر. افندم طول ما احنا ساكتين ومش قادرين نتكلم ومش قادرين نعمل اي حاجه نخرجهم من العذاب اللي هم فيه، يبقى ملوش لازمه ان احنا نعيش للمستقبل. انت دماغك ناشفه قوي بس مش مؤذي، واعتقد ان انا زي زيك عندي نخوة كعربي بيغير على وطنه وكمسلم بيغير على دينه. بص يا ابني انا هروحك، بس بالله عليك بلاش مجي هنا تاني. شكرا يا فندم، يا ريت ضباط امن الدولة كلهم يكونوا محترمين زي حضرتك. بس انا بقى ليه عندك طلب يا طاهر يا جيفارا. نورني يا فندم. نفسي تقولي قصيدة كده من اللي انت بتكتبه. حاضر يا فندم. قلبه كفاح بسم اللي راح حلم وقضية، حالف معيش وفي عيني خوف من الليلة دي، وانا مش مروح بيتي غير حقي في ايديا، مش هدي فرصة لقيت حديد تهد فيا، ولا وط راسي غير بسجدة بحسن نية للي حياني عشان اعيش للحظة دي. قوم روح يا طاهر، قوم روح بدل ما احطك في الحجز. قوم. شكرا فندم. هببتيه ده في ايه بس يا ماما؟ احرجتينا بعياطك اللي مش مفهوم ده قدام الناس. يوه بقولك ايه يا سرايا، ادم ده معزته من معزه ولادنا، وبعدين انت ناسيه مش هو وهنا متربيين سوا؟ يا ماما ده اخواته اللي اسمهم اخواته، ما عيطوش عليه زيها كده. هم حرين يا ماما. بنتي يا هنا، ايه اللي بينك وبين ادم؟ مفيش حاجه. عليا انا الكلام ده؟ ريحي قلبي وقوليلي. مفيش حاجه يا ماما، قلت لك مفيش حاجه. مفيش حاجه. مالها البيت دي يا مهند؟ لا ابدا يا اخويا، بس اصلها متاثره شويه كمن ادم ابن الجيران قبضوا عليه. قبضوا عليه ليه؟ اصله كان في مظاهره. مظاهره ايه الخيب ده؟ في حد عايز يعمل كده؟ خيب خيب ده ايه؟ وليه يا اخويا ما تقولش عليه وطني؟ وطني وطني يا حماتي، انت لسه عايشه ايام الانجليز يا حماتي؟ الحكايه دي دلوقتي بيعتبروها شغب وبيعاقب عليها القانون. وبعدين لعلمك بقى المظاهرات دي اضعف حاجه لحل المشاكل. ده واد غبي يا اخويا. اما اقوم اشوف البيت. هنعمل ايه بقى يا اخويا؟ هات الشباب. المهم ابوه وامه عاملين ايه دلوقتي؟ مش شحتفين على الواد يا عيني وعايزين يعرفوا عنه اي خبر يطمنهم عليه؟ مش شحتفين، ما هم اللي يستاهلوا، سابوا له الحبل على الغارب لغايه ما فسد. جرى ايه يا ابو هانا؟ هو انا بقول لك الواد اتقبض عليه في قضيه مخدرات؟ ده مقبوض عليه يا اخويا في مظاهره. يا ريتها كانت قضيت مخدرات، كان كام سنة ورجع، إنما دي عالم. ايه ده؟ ايه المعامله دي؟ يعني سايبني كل ده متاخر عليا، وداخل من بره ضارب بوز قد كده وطالع على فوق على طول، امال لما نتجوز هتعمل فيا ايه بقى؟ مالك يا جو؟ انت حاسس بحاجه؟ حاسس بظلم. ظلم؟ ايه الكلمه الغريبه دي؟ يا نانسي، بفكر بعد ما نتجوز اخدك ونهاجر. نهاجر؟ انا هبقى بظلم نفسي وبظلمك لو فضلنا قاعدين هنا. المرة دي جت سليمة، المرة الجاية ما تضمنش، ممكن تطبل على دماغك ودماغه. يا باشا احنا ناس غلابة وملناش في السياسة. ما انا عشان كده استدعيتك.
عقل ابنك، خليه يركز في مستقبله بدل ما يتلم عليه شوية عيال صيع يملوا دماغه بكلام فارغ. حاضر يا باشا، حاضر. أوعد سعادتك إن من هنا ورايح مش هتشوفه هنا تاني أبدا. يا ريت، لأني لو شفته تاني أنت مش هتشوفه تاني. يا نادر، الراجل اللي عندي سلمه ابنه، خليهم يروحوا. الله يعمل بيتك يا باشا، الله يكرمك ويوسع رزقك. شكرا يا باشا، الله يكرمك، الله يكرمك يا باشا. خش اتفضل خش. ادم ادم يا حبيبي، كده كده يا ابني تخلع الفوار كده يا ادم. ليه كده بس؟ ليه كده يا ابني؟ احكي لي عملت ايه؟ ايه اللي حصل؟ عملوا فيك ايه؟ انا كنت في الجامعه، داخل الجامعه عادي لقيت في مظاهره. الحمد لله على السلامه يا سي ادم. مظاهرات؟ مظاهرات ايه اللي انت تمشي فيها دي؟ احنا من امتى بتوع مظاهرات؟ يا خالي انت مش فاهم حاجه يا خالي. بلا خالي وبلا زفت بقى. اهدى بس، استنى انت كمان. عامل لي مناضل بتمشي مظاهرات؟ يابا انت مش مصدقني ليه يابا؟ والله العظيم ثلاثه ما كنت في المظاهره. انا نبهتك قبل ما تروح الكليه، قلت لك احنا من سكه والناس بتوع المظاهرات دول من سكه تانية خالص. يا ابني احنا ماشيين جنب الحيط، كل هدفنا ان احنا نكسب لقبتنا بعرقنا. قلت لك ده ولا ما قلتلكش؟ يابا انت مش مصدقني ليه يابا؟ قلت لك ولا ما قلتلكش؟ قلت لي. ولما انا قلت لك وسمعت كلامي ما بتعملش بيه ليه؟ ولا عايز تقضي بقيه عمرك ورا الشمس؟ يا ادم يا ادم، ابوك بيحبك وخايف على مصلحتك. هو قال لك اهو. خالي والله العظيم ثلاثة ما كنت في المظاهرة يا خالي. وانت ايه اللي وداك عندي المظاهرات من اساسه؟ يابا انا مش في الجامعة يابا. انت الجامعة مالها ومال المظاهرات؟ يا ابني الناس بتوع المظاهرات دولت من سكة واحنا من سكة تانية خالص. جري يا امين، ما تخف على الواد شوية. ما هو ده اللي انت فالحة فيه، خف على الواد يا امين، ما هو كله بسببك. انا؟ امال امي؟ مش انت المسؤول عن تربيتهم وتوعيتهم؟ اراهنك اما الواد خاب بسببك. الله يسامحك يا امين. ما هو ده اللي انت فالحة فيه، الله يسامحك. تعملي لي عملة وترجعي تقولي لي الله يسامحك. يابا ما تصحش كده يابا، صح. انت بتمد ايدك عليا؟ لا انت بتشدني والله. عاد لا اسمع، اذا كنت فاهم انك انت عشان بتصرف في البيت تبقى كمان ليك كلمه هنا. لا انا هنا الكبير، اللي ياكل لقمتي يسمع كلمتي. اصحى. انا هنا الكبير، انا اللي كلمتي لازم تمشي، واللي مش هيسمع كلمتي يطلع بره البيت. اتفضل بره بره. ايه يا امين حرام عليك يا اخي. ادي انت بره بره. ادم 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 حرام عليك يا ادم. تعالى راح فين؟ ما تزعلش منه، ده في الاول وفي الاخر ابوك خايف عليك. هنزل شويه. ادم ادم تطلعي بقى. مش هطلع. ما بحبش حد يشوفني كده. انا مش حد يا ادم. يا نانسي بلدنا اتغيرت قوي، ما بقتش زي الاول. يا ريت ما تقوليش بقى بقت زحمه ولا مهرجله ولا شويه الحاجات اللي بتلككوا بيها الناس اللي بيشتموا في بلدهم وعايزين يعيشوا بره دول. بص يا جو، احنا بلدنا زي ما فيها حاجات وحشه فيها حاجات حلوه كتير قوي. اقول لك على حاجه، زي ناسها مثلا. ناسها هم دول بقى اللي اتغيروا. عارفه يا نانسي، انا عمري ما كنت من الشباب اللي بيطالبوا ان هم يسيبوا البلد دي ويهاجروها ويمشوا منها. بالعكس، أنا كنت بقف ضد أي واحد بيتكلم في القصة دي، وكان عندي 100 حجة وحجة بواجهه بيها. بس للأسف الحجة دي ما بقتش موجودة أصلا. إزاي يعني؟ أنت بتقولي مثلا ناسها، أو ناسها دول هم اللي اتغيروا. الناس ما بقتش بتحترم بعض.
انا كنت بقول ان مفيش شعب في العالم بيحب بعضه زي شعبنا. كانوا زمان اسره واحده بيحبوا على بعض وبيخافوا على بعض وبيحموا بعض، بس النهارده ما بقاش في حد بيحترم التاني. المشكله اني ما بقتش قادر اتعامل مع الناس، ولا قادر افهمهم، ولا قادر اتعايش معاهم اصلا. ايوه يا جو، بس انا مش حاسه ان الناس بقت وحشه قوي كده. يعني عشان انت عايشه في دايره مغلقه عليكي. انت دايرتك ضيقه قوي يا نانسي، بيتك والكنيسه والجاليري وانا. بس عارفه، لو في يوم من الايام خرجتي من الدايره دي لاي سبب من الاسباب، هتفهمي اللي بقوله لك ده، وهتكون صدمتك كبيره. وانا بقى من حقي ان انا اخاف عليكي وعلى اولادنا، عشان كده لازم نمشي برا البلد دي. طب بالراحه بس، ممكن تسمعني؟ قولي. احنا مش عايزين نظلم الناس قوي كده برضو. انا وانت عارفين كويس قوي ان اخلاق اي شعب في الدنيا لما بتتغير للاسوا زي ما انت بتقول، ما هو ده برضو بيبقى جاي من مشاكل اقتصاديه اللي متعرضين لها، للظلم، للفساد اللي بيشوفوه. وبعدين يا اخي، ما احنا لو رحنا اي بلد تانية في الدنيا ما هنقابل نفسيات وحشه برضو، وهنقابل ناس متعصبين، سواء في الدين او في اللون او في الجنسيه مثلا. طب نروح فين واعمل ايه عشان نعيش في مجتمع بيحترم بعضه؟ نفضل وسط اهلنا، على الاقل لما نقابل اي مشكله من دول نلاقي حقنا نترمي فيه. يا جو، عشان خاطري انا نفسي اعيش في البلد اللي اتربيت فيها، وعايزه اربي عيالي فيها كمان. ممكن؟ انت ايه الحكايه بتاعتك دي؟ انت مش ناوي تبطلي شغل الجنان بتاعك ده؟ لو سمحت يا بابا، انا مش مجنونه. امال ايه شغل التخلف اللي انت فيه ده، وسقوطك في الكليه اكتر من 3 سنين، واختلافاتك السياسيه مع الدكاتره، واشتراكك في المظاهرات كل يوم والتاني، كل ده بتسميه ايه؟ بسميه حريه شخصيه، انا من حقي اعبر عن رايي. لا، مش من حقك، لان طول ما انت بنتي وشايله اسمي لازم تخافي على مصلحتي. هو ده اللي مزعلك؟ مصلحتك؟ مصلحتي هي مصلحتك، وما تنسيش ان انا ظهري ليكي، ولولا انهم عارفين انك بنتي ما كانوش خرجوكي لغايه دلوقتي. من فضلك بقى يا منيب، كفايه لحد كده. كفايه ازاي؟ كفايه ازاي اقول لهم ايه في الحزب؟ بنتك مخليها رقبتي قد السمسمه، اقول لهم ان بنتي اللي من لحمي ودمي بتشتغل ضدي؟ وفيها ايه لما تكون توجهاتي السياسيه عكس توجهات الحزب اللي حضرتك فيه؟ ما هي دي الديمقراطيه. ليه بقى ان شاء الله؟ انت فاكره ان انت الوطنيه الوحيده والباقي كلهم خاينين؟ انا ما قلتش كده. كل تصرفاتك بتقول كده، ويؤسفني ان اقول لك ان كل ظنونك غلط، والبطوله والحماس اللي انت فيه دي هتروح مع اول قلم تاخديه في اي اسم. يا بابا انا قصدي بلا بابا بلا زفت، الله ينعل ابو اليوم اللي انا كلفتك فيه. اهدى شويه يا منيب لو سمحت. اهدى ازاي يا ست هانم؟ هو ده الاتفاق اللي اتفقنا عليه بعد ما اتطلقنا؟ مطلعه لي البنت بلطجيه وثورجيه وبتاعت مشاكل ومظاهرات؟ يا ريتني ما كنت عرفتك ولا خلفت منك، انت غلطه في حياتي بدفع ثمنها لغايه دلوقتي. طالما بتعتبرنا غلطه كده ما تتبرى مننا وتسيبنا في حالنا بقى. اخرسي يا قليله الادب، الغلط مش عليكي، الحق عليا انا عشان قلبي كبير وسبتك تتربي مع امك انت واختك في الجو الموبوء ده. من فضلك يا منيب، ما اسمحلكش تجيب سيرتي على لسانك باي غلط. ليه بقى؟ تنكري ان ابوكي هو اللي بس الافكار المسمومه في دماغ البنت وخلاها تطلع بالشكل ده؟ وكمان ما تجيبش سيره بابا على لسانك، بابا ده كان راجل وطني بجد وبيحب مصر. ليه بقى؟ احنا بقى اللي بنكره مصر؟ انتوا كرهتوا الناس فيها بكذبكم وظلمكم. يوه، انا مش جاي هنا عشان ادافع عن نفسي ولا اخد منك محاضرات. هي كلمه، يا تلمي بنتك يا اما هرفع ايدي عندكم، وساعتها الله اعلم ايه اللي